مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج عزيز ومبارك. نتمنى إن شاء الله حلقتنا اليوم تحوز على رضاكم. إن شاء الله بدءا من الغد راح نكون معاكم ابتداء من الساعة 1:30 الظهر، إذا إن شاء الله باكر العيد راح نكون معاكم 1:30 الظهر، إذا رمضان أيضا ويوم جديد من شهر رمضان المبارك أيضا راح نكون معاكم 1:30. خلي يتحملون الإخوان ويسمحون لنا شوي، 1:30 الظهر الصيام شوي صعبة، لكن لأن المباريات راح تكون مبكر فصعب يعني توقيتنا الحالي الساعة 3. وسنكون معاكم إن شاء الله يوميا خلال شهر رمضان المبارك بصورة مختلفة بشكل جديد بأفكار جديدة إن شاء الله. خلوني في البداية أشكر، أول شيء خل أذكركم بأرقام تلفوناتنا، عندنا اليوم أكثر من موضوع، نذكركم بحسابنا في تويتر أيضا، عندنا أكثر من موضوع نتمنى تشاركون معنا وتتفاعلون معنا. رقم تلفوننا موجود على الشاشة، هذه أرقام تلفوناتنا اللي حاب يشاركنا اليوم عنده أي موضوع أي ملاحظة اقتراح انتقاد، المجال مفتوح. أيضا خل نذكركم بحسابنا في تويتر ونشكر اللي قاعد يتابعونا صراحة، يعني 3250، نحن نحرص دائما على متابعة العدد ونفرح بإضافتنا من شخص واحد لو باليوم، هذا يفرحنا ويشعرنا بالفخر، لأنه مو بالكم ولكن بالكيف، الشخص أو الشخصين الثلاثة لما يضيفونا بالتأكيد لهم تعليقات تثري البرنامج، لهم تعليقات على المواضيع اللي نطرحها، فتزيد أيضا نقطة الحوار ما بين الإخوان المتابعين لحسابنا في تويتر، وهذا شيء يفرحنا. يعني لما نعرض أي موضوع ونشوف تفاعل المتابعين متابعين حسابنا في تويتر صراحة شيء يشعرنا بالفخر. خل أشكر رعاتنا وداعمينا، أشكر رعاتنا وداعمينا اللي كانوا معانا في شهر رمضان المبارك، ونشكر رعاتنا وداعمينا اللي انضموا لنا الآن خلال شهر أو خلال كأس العالم. شكر لكويت تريد ومعرض وشركة كويت تريد، أخوي محمد النصار شكرا جزيلا لك على دعمك لنا. الإخوان التابعين أو الشركات التابعة لكويت تريد اللي هما مجمع رمال مول، مطعم التسيمو، كنافة وعجين، شكرا يا أخوي أبو علي على الدعم اللي قاعد تقدمه لنا، ومو غريب عليك دعمك لي أنا شخصيا ولأخوي مبارك، وهذا مو غريب عليك وعلى تعاملك الراقي معانا صراحة من أول يوم التقينا فيه معك. أيضا شكر لمؤسسة ناصر الحسينان وأخوي ناصر الحسينان، حسابهم في تويتر وإنستغرام رغم تلفونهم، وأيضا اليوم بمناسبة انطلاقة كأس العالم أهدانا نسخة تقريبا نقول يعني هي شبه أصلية، حرص إنه والله ثقيل، والله حرص إنه تكون يعني نسخة تقريبا طبق الأصل لكأس العالم، حرص عنده نسخة واحدة فقط أهداها لبرنامجنا، وهذه أيضا تدل على مكانة البرنامج عند أخونا ناصر الحسينان والإخوان في مؤسسة ناصر الحسينان. شكرا جزيلا لك يا أخوي ناصر. الشكر لتواق العطور، وتواق العطور دائما يعني يقدم جائزة أيضا للمشاركين معنا في حسابنا في تويتر أو المشاركين معنا عبر الهاتف اللي يتفاعل معنا في المواضيع اللي نطرحها. مشكور يا أخوي أبو بندر، مشكور يا أخوي أبو هذال، وبيض الله ويهكم رايتكم بيضة. أيضا الشكر لشركة فيفا، فيفا وأخوي المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران وأخوي عبد الرزاق العيسى، كل الإخوان صراحة اللي تعاملنا معهم في شركة فيفا بالفعل تعامل راقي وشركة راقية في التعامل، بغض النظر عن نوعية العقد أو الاتفاقية، لكن يخجلونك يا أخي بكرم الضيافة بحسن الاستقبال. تحية لكل العاملين في شركة فيفا، ونسعد بالتعاون مرة أخرى مع الإخوان في شركة فيفا. الشكر لبن العميد وأخوي صالح دشتي، هذا حسابهم في انستغرام، هذا الحساب الخاص في الضيافة، وإن شاء الله بدأ من باكر إذا عيد راح يكون موجود القهوتي، وراح تكون القهوة التركية والفرنسية والقهوة العربية والشغلات اللي تعودناها من الإخوان في بن العميد، وهذا تليفونهم أيضا اللي حاب يتواصل معهم. شكرا يا أخوي صالح دشتي على تعاملك أيضا وتعاونك الراقي، وشكرا لأخوي بدر دشتي، بدر دشتي رغم أنه في ألمانيا لكن حريص أنه يتعامل معنا ويتفاعل معنا ويتواصل معنا. هاي صار سويته مع أخونا صالح، خلصته ولا ما خلصته، فهذا أيضا يشعرك بأن بالفعل لنا مكانة عند الإخوان في بن العميد. الشكر لشركة جديدة
أخوي سعد التميمي وأختي حوراء الوائلي مديرة التسويق شركة مجموعة رجال الأعمال الكويتية. هذه شركة جديدة اختارتنا احنا ان نكون من ضمن اللي يعني مساهمين في الاعلام معاهم والرعاية معاهم. شكرا لهم. عندهم حساب في تويتر، عندهم حساب في انستغرام، عندهم رقم تليفون. مكانهم ايضا مكان راقي في شارع الخليج العربي في احد الابراج الراقية صراحة، برج شرق. فشكرا لاخوي سعد التميمي، شكرا لاخت حوراء، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. مساك الله بالخير يا ابو محمد. خير ابو نعيما. الله ينعم عليك. ما تلام والله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. ها بشر. لا الحمد لله. والله. سهالة. جد تمشي تروح عادي. لا الحمد لله. ما تبي احد يساعدك. لا الحمد لله. تعمدوا لابو سعود بالسلامة. اول شيء مساكم الله بالخير، تعمدوا له بالسلامة، تعور امس. أيوة. اصيب. تدري ما يتعورون اللاعبين الكبار. اي صحيح. اول يقول اول مره بحياتي العب وتحوشني اصابه. اي أيوة والله. تاريخك كله ابو سعود. عين صلاح المطيري. في احد لا تعورت ايام وزاره الاعلام. اسمع اسمع الحين اللاعب الاحتياطي اذا يبدل بدل اللاعب يقول اطلع عشان العب مكانك، انت اديت العارض صلاح اطلع بصير حارس بصير عارز وزعل وعطاك. اي أيوة والله اعطاني. الحمد لله على السلامه يا ابو سعود. الله يسلمك. الحلاقين زحمه الظاهر. لا رحت الحمد لله خلصنا مع موضوع فيفا الاخوان والدعم الدائم والمستمر صراحه البرنامج العزيز. فتونا مخلصين يعني هم سامحونا على التاخير. فتونا خلصنا. شفنا صوره لك تو خيرهم. نعم دائما داعمين للبرنامج صراحه من بدايتهم الاخ ابو عبد العزيز سلمان البدران. صحيح. والاخوان سلمان عبد الرزاق العيسى وحسين الكندري والشباب كلهم. اي والله صحيح رايتهم بيضاء. خلكم ايضا شكر لسفريات رمسيس. سفريات رمسيس ان شاء الله مقدمين لنا تذاكر لبلغاريا وهم متخصصين في بلغاريا. واخوي خلف الفيلتشاوي شاكرين لك يا اخوي خلف ايضا اختيارك لنا، اختيارك لبرنامج الديربي او عزيز ومبارك. اختيارك لمبارك وعبد العزيز هذا بحد ذاته شرف لنا يا اخوي خلف. ان شاء الله نكون عند حسن ظنك والله يوفقكم. فصل صيف جاي ان شاء الله ساخن وانتم قدها وقدود. ودائما بلغاريا يعني متميزه الحقيقه بالرحلات العائليه لان اجواءها عائليه. فشكرا لك يا اخوي خلف، شكرا لكل الاخوان في سفريات رمسيس. هذا حسابهم او موقعهم، عندهم طبعا موقع رسمي على الانترنت وعندهم رقم تليفون المكتب الرئيسي في مجمع المثنى. شكرا لسفريات النور ايضا، وايضا معطينا احنا نروح مره بلغاريا جوائز حق بلغاريا اوروبا وجوائز حق دول الخليج. حلو. وين سفريات النور؟ معطينا دبي البحرين. يعني حلو. حق هم اللي بيروح زيارات الخفيفه خفيفه يومين ثلاث ايام. ايضا عندهم موقع في الانترنت وعندهم رقم تليفون. فشكرا ايضا للاخوان في سفريات النور وتقديم جوائز ايضا لمتابعينا. يعني برنامجنا راح تكون في مسابقات في جوائز وهدايا. شكر لدير اندير واخوي محمد العنجري، شكرا جزيلا لك ومدام شادية وكل عام وانتم بخير. والشكر لاخوي طواري مدلول وكيل جيفو فوزيس في الكويت، ايضا كل عام وانتم بخير يا اخوي ابو ناصر. نبدا اول ابو محمد، اول شيء خل نعلن عن اللي فايز معانا بجائزة تواق العطور. هذا هو الحساب الفايز معانا بجائزة تواق العطور. وابو محمد راح افاجئك باللي فايز معانا اليوم. انا بقول لك منو اللي فايز معانا. هيبة ملك. تذكر اللي تقول فوز البنات وخلص العيد وما فوزنا بنت تقصد؟ اي بنت. لا لا ما عليك ترى فوزنا ذاك اليوم بعد. منو؟ فوزت انت فوز بنت؟ من هي؟ لا ما الحمد لله. من؟ خلف بنتني وفازت معانا اللي قالت لك ما تفوزنا وعطيتها، هذه قالت ما تفوزنا، اي واحد يقول ما تفوزنا تعطيها؟ والله تستاهل. لا يكون والله يستاهل دام يتابع. لا 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 مو نفسها. لا لا زين اشوف زين اشوف. سؤالنا اليوم ابو محمد، بما ان اليوم انطلاقه كاس العالم ومنتخب خليجي وحيد يمثلنا ويشرفنا في هذا المحفل المنتخب السعودي الشقيق، فحلقتنا بالتاكيد موضوعها سيكون عن انطلاقه كاس العالم والمباراه الافتتاحيه طبعا امام المنتخب الروسي. سؤالنا اليوم اللي طرحناه ابو محمد، هل المجموعه الحاليه والمنتخب السعودي الحالي قادر على اعاده وتحقيق وتكرار إنجاز عام 1994 لما أصبح المنتخب السعودي أول منتخب خليجي يصعد إلى دور 16؟ بسعود هذا السؤال يتردد بعد كل كأس عالم يصعد للمنتخب بعد 94
سؤال دارج ترى. بالتصفيات قلنا لا السعودية صعب والله وسود. صحيح. صعب السعودية تكرر إنجاز اللاعبين يعني، لكن مع مرور التصفيات ومع تأهل الفريق ومن مجموعة صعبة صراحة شوي جانا أمل. اليوم اللي قاعد أشوفه في المباريات الودية صراحة بسعود قاعد نشوف شيء يعني شيء مميز. نعم. قاعد نشوف قتالية، نشوف أداء من اللاعبين، نشوف استذباح. تلعبت مع منو؟ لعبت آخر مباراة مع ألمانيا بسعود، وكان ممكن تعادل. نعم. فاليوم الأمور هذه كلها مساعدة عاد إن شاء الله. شوف عبد العزيز دائما المدربين اللي داري المسؤولين أي مسؤول عن الفريق دائما ركز على اللاعبين التركيز. اليوم التركيز ما يجيك والله قبل المباراة أو قبل المباراة خمس دقائق، التركيز من قبل المباراة بسعود في المباراة الودية. فبالتالي القصد من هالأمر شنو؟ أن الشيء اللي قدمته في المباراة الودية، المستوى المميز قدمته في المباراة الودية لا تنزل عنه في لما تجي في مباراة رسمية، تكون مركز مستمر على نفس المستوى نفس الطموح. طبعا أكبر لما تكون مباراة رسمية. نعم راح تلعب ضد الفريق المنظم، هذا واقع، فريق له اسمه له مكانته. بتقول لي والله بالفترة الأخيرة بقول لك هذه روسيا، هذه على أرضها وبين جماهيرها وتنظيم كأس العالم، معنويات غير وغير الرغبة غير عن أي منتخب ثاني. قد يوازون أو يعني يتساوون مع البرازيل، البرازيل تبي كأس العالم ويقول كان المنظم ليش ما أطمح لكأس العالم. طيب. فإن شاء الله الظروف تكون إيانا. نعم. اليوم إن شاء الله يا رب. شوف محمد يعني بعيدا عن المجاملة، اليوم ترى لاعبين المنتخب السعودي ما عندهم أي عذر إن ما يقدمون مستوى طيب ويكررون نفس الإنجاز. أول شيء يعني هذا أكبر دعم اليوم، ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان راح يكون حاضر المباراة. نعم. وهذا أعتقد دعم يعني كبير. أكبر دعم. نعم. ما يحصل أي منتخب آخر. هذا واحد. إيه. اثنين، المستشار تركي آل الشيخ صار له يومين معاكم في 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 موسكو أو يوم ونص تقريبا، وحاضر تدريباتكم ومواعدكم ايضا بمكافآت ومساندكم، فهذا ايضا جزء ثاني. جزء ثالث والاهم ابو محمد، اكثر من 2500 متفرج سعودي. نعم. تعنى وراح ويبي حضر المباراة. جسر جوي. بالضبط، جسر جوي. اليوم هالثلاث عوامل يعني دعم حكومي، دعم جماهيري على اعلى مستوى طبعا. بالضبط. فاليوم يعني ما في عذر، اليوم اكل الملعب اكال. نعم. صراحه اليوم لاعبين المنتخب السعودي ما لهم عذر. ابو سعود يعني احنا ما يحتاج، الكويت السعوديه شعب واحد. الامير محمد بن سلمان ابو سعود يعني هو قدوه الشباب صراحه. فاليوم لما يروح في يوم المباراه النهائيه، في يوم مباراه الافتتاحيه، ويتعنى وكل هالمسافه لدعم المنتخب، حنا اليوم استأنسنا كمشاهدين كمتابعين من بعيد يعني مو بموسكو. نعم. استأنسنا على أن الأمير محمد سلمان داعم المنتخب وراح لهم، فما بالك وقع هذا الأمر على اللاعبين. نعم. شو راح يحسون فيه لما سموه العهد السعودي يكون موجود عندهم. صحيح. ويدعمهم وكلام ما يحتاج طيب ومميز ودعم كبير لهم، هذا إن شاء الله يكون هو الداعم الأكبر لهم. نعم. الظروف اليوم عبد العزيز الظروف اليوم وفرها المنتخب، الباقي يعني على اللاعبين بفضل من الله سبحانه إن شاء الله. احنا اخذنا بعض الآراء من بعض نجوم منتخبنا وبعض لاعبينا السابقين والحاليين، وكلمات كنا نبيها منهم لدعم الأخضر السعودي. خلينا نشوف هالكلمات اللي طلعت من القلب بالتأكيد إلى قلوب وإلى لاعبين المنتخب السعودي وبعدها سنة. أنا أعلنها على رؤوس الأشهاد، كل كويتي سعودي في البطولة هذه بالأخص، كل قلوبنا خضراء ونتمنى لهم التوفيق. وتوقعاتي وإن شاء الله تصيب التوقعات طبعا كرة القدم يعني فيها تقلبات، لكن أتوقع وأتمنى أن يحقق المنتخب السعودي الحالي ما حقق السعودية في كأس العالم 94، ومتفائل خير بعد غياب المنتخب السعودي. نتمنى أن نشوف المنتخب السعودي نفس المستوى اللي طلع فيه بالسابق، ويبرزون لاعبين نجوم كبار، خاصة أن أغلب لاعبينهم يطلعوا في المباريات في الفرق الأوروبية، فنتمنى المنتخب السعودي يطلع منظر مميز يشرف الكرة الخليجية إن شاء الله. والله المنتخب السعودي للأمانة يعني في المباريات الودية شفنا العمل اللي هم قاموا فيه،
قدموا مباريات كبيرة وقدموا مستويات جيدة، وشفنا اللاعبين اللي كانوا محترفين برا واللي اشتغلوا عليهم الفترة الأخيرة للأمانة، يعني مستواهم في تطور. يحيى الشهري، فهد المولد، سالم الدوسري قاعد يقدمون يعني مستويات ولا أروع. إذا استمروا إن شاء الله على هالمستوى هذا مثل ما قدموا في المباريات الودية وتروح عنهم رهبة المباراة الرسمية، وخاصة أنه يلعب أمام المنتخب الروسي على أرضه وبين جماهيره، أتوقع إن شاء الله يتأهل المنتخب السعودي دور ثاني. أتمنى أكيد طبعا توفيق للمنتخب السعودي الشقيق والمنتخبات العربية بشكل عام، ولكن تحديدا المنتخب السعودي نتأمل أن تكون هناك فرصة إن شاء الله مجموعة معقولة نوعا ما، وخصوصا في ظهور المنتخب السعودي مباراة تجريبية كان ظهور ممتاز وإيجابي. نتمنى لهم كل التوفيق ونبي منهم العيدية إن شاء الله. لا شك ان الكل يعني الخليج والعرب تتجه لهذه انظارها لهذه المباراه في بدايه انطلاقات مونديال كاس العالم، لكن نتمنى وقلوبنا كلها مع الاخضر ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في بدايه انطلاقات كاس العالم، وان شاء الله نتوقعها باذن الله ان شاء الله يفرحنا المنتخب السعودي يفرح العرب في بدايته مع المنتخب الروسي في نتيجه ايجابيه ان شاء الله. نطمح ونشجع الصراحه في هذه المباراه انه يكون حظوظ المنتخب السعودي ان شاء الله في التاهل للمرحله القادمه ان شاء الله. مشكورا. حياكم الله ويانا. بالنسبة لي طبعا شكرا للإخوان اللاعبين والإداريين أخوي صالح الجنفاوي والإخوان اللي أيضا وجهوا وجهوا كلمات أيضا من القلب إلى لاعبي المنتخب السعودي. ناخذ بعض التغريدات. أخونا بدر العنزي يقول: صعبة يا عبد العزيز ومبارك، وبعدين في دعم مالي حكومي يا أخوي، إذا ما سوى شيء بصراحة ما راح يسوون أي من المشاركات القادمة. يا اخوي عبد العزيز يا اخوي مبارك، حتى اقرب بطوله كاس اسيا ما راح يسوي شيء، وعساكم من عواد اللي ما يسوي شيء من شان بدر المنتخب السعودي يقصد انه ما راح يسوي في كاس اسيا. اي يقول اذا ما سوى شيء الحين ما راح يسوي شيء في ظل الدحن. ترى لما نقول يسوي شيء مو ياخذ كاس العالم يا بس العالم يقدم يعني شيء. اي نعم ترى ابو سعود قد يقدم مستوى مميز في المجموعات لكن ما يتاهل. اي طبعا بنقول احنا بنقول له ايش بنقول له بالعكس شيء زين طيب منهم عافية عليه. قلنا فهد الفضل يقول: أتوقع قادر على تكرار الإنجاز، فمجموعته والمنتخبات الموجودة فيها تساعد على ذلك، وعيدكم مبارك مقدما. عيدكم مبارك يا أخوي فهد. أخونا منصور يقول: تنافسيا لا يستطيع. يوسف الشمالي يقول: صعبة جدا، المنظومة وكفاءة اللاعب اختلفت عن السابق، وضيف على ذلك استبعاد أكثر من لاعب مؤثر راح يصعب المهمة للمنتخب السعودي. آخر تغريدة المستشار يقول: إيمبلا إذا حقق منتخب الكويت إنجاز 82، يا أبو سعود ذاك الزمان ولا وخلاص، المنتخبات الخليجية سقطت ولن تقوم لها قائمة في عالم المستدير. وراد عليه أخونا محمد طبعا قايل له: إذا سقطت كيف تأهل السعودي من أقوى مجموعة تصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ شنو الكلام يقول منتخبنا 82؟ يعني يقول هو يقصد يقول إذا حقق منتخب الكويت، يعني إذا الكويت حاليا حقق إنجاز 82 راح يحقق المنتخب السعودي إنجاز 94. لا يقول الوضع اختلف يعني خلاص. لا مقارنة ظالمة، لأن المنتخب السعودي متوفر له شيء كل شيء، يعني إن شاء الله يقدر، لكن احنا مو متوفر لنا شيء عشان نحقق 82 أمانة. نعم. لكن المنتخب السعودي لله الحمد عنده دعم، عنده يا رجل الله يبارك لهم ووفقهم، طيارة خاصة، جماهير، تشجيع على أعلى مستوى، معسكر مميز، مباريات مع منتخبات قوية، كل هالأمور اتاحوا اللاعبين، قال اللاعبين الباقي على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم. صحيح. عاد اليوم الله كريم إن شاء الله يشدون حيلهم. صحيح. صحيح. أمس الجماهير السعودية دائما هم يعطون حلاوة صراحة، ايه. الجماهير السعودية ايه. تعطي حلاوة وين ما تكون، بالملعب، برا الملعب، لهم أيضا دائما الجماهير الخليجيه صراحه ابو محمد يعني لا بالذات السعوديه احنا قبل نقول مصريين لكن الحين جاكم السعودي لا والله حتى والله الجماهير الكويتيه يعني شفناهم بالخليج الجماهير ايه؟ العمانيه لما جات الكويت ابو محمد الجماهير الاماراتيه لا انا اقصد امور ثانيه يعني السعوديين عندهم الكثافه والجراه والاختراع اختراع ايه. شيء جديد امور ايه. صراحه مميزه ايه. فالمصريين ترى ما يقدر عليهم في التشجيع الا السعوديين ايه. والله انا اشوف يعني الجماهير الخليجيه تعمل جو صراحه بشيلاته بصيحاته بالصفقات بالامور هذه دائما تسوي جو. امس الجماهير السعوديه طلعوا بفكره حلو سووا بروفو حق هدف للمنتخب السعودي في مرمى المنتخب المعلق نار. اي خلينا نشوف البروفو وبعد ذلك سنعود.
ميسي اجرى تبديل دخول محمد السهلاوي يا رب يا رب يا رب يا رب الى سالم الدوسري قدم للاول كره عرضيه والله الفكره حلوه بس المعلق منهم كان من الجمهور ولا اي من الجمهور لا والله ينفع مميز اي والله والله اتمنى ياخذونه معلق صراحه والله يفيد شوف اذا الامور طيبه بياخذونه اذكر كلام اخوك اذا الامور زين ليت يعرفوننا على اسمه بس لا لا بيعرفونه مالك شغل الحين السوشيال ميديا الحين تعرف ايه كل شيء لكن الاجمل من التعليق التفاعل الكبير صراحه والفكره والله والفكره ابو سعود اي حلوه صحيح خلينا نسويها بعد شوي ان شاء الله فريق عملنا ان شاء الله والله جاهز معلق موجود بعد خلاص لا نكتشف معلق لازم نكتشف معلق معلق منه خالد سلمان موجود ايه بس خالد سلمان صحيح خل نروح حق فاصل وبعد ذلك سنة حياكم الله ويانا عدنا لكم من جديد ابو محمد اول شيء الكاس صراحه عامل جو ها ابو محمد ايه صراحه فينيشنج مرتب صراحه والله شيء ثقيل والله ناصر الحسينان صراحه يعني ضبطنا بالكاس صراحه رايت بيضة. لا العالم يسألون والله رايت بيضة حتى خالد سلمان بس ترى عزيز عطى خالد سلمان ترى بيعلق بعد شوي اقرب فاصل بنكرر هذه ان شاء الله تطلع له بيستين حلوين يمكن ياخذونه قنوات والله ما تري صح يلا خلها اقرب فاصل والله ترى جاهزين امس محمد اعلنوا نادي القادسيه رسميا تعاقد مع اللاعب يوسف ناصر لتمثيل الفريق الكروي الاول الموسم المقبل وحطوا الصوره يعني اثناء التوقيع طبعا من اليمين نواف المطيري مدير الفريق رفاع الديحاني يوسف ناصر حسن ابو الحسن مساعد ندى و خالد القبندي اللي هو المفترض وكيل اللاعب يوسف ناصر وبعدها بدقائق حطوا تغريدة ثانية بلسان على لسان نواف المطيري مساعد رئيس جهاز الكرة يقول نتقدم بالشكر والتقدير إلى رجل الأعمال محمد البابطين اللي تكفل مقدم عقد اللاعب يوسف ناصر ورجل الأعمال فهد البكر على تكفله بقيمة النصف الثاني من العقد كما نشكر كافة الداعمين على دعمهم للفريق الكروي الأول يعني شيء طيب اليوم طبعا يعني شوف فهد البكر هذا حب القادسية نعم محمد نعم رغم انه اخذها على خاطره زعل من كتاب الاخوان نعم او البيان اللي اصدروه عشان كذي ذاك اليوم ايش قلت لك؟ قلت لك اليوم دام فيه والله بس دام فيه يعني ناس قاعد يتفاوضون معاك البكر مثلا مبلغك انه مثلا بيجيب يوسف ناصر محمد النصار بيضبط معسكر بيجيب لك محترف واحد ثالث فليش ايش انطر شوي اجل كلمهم يعني لا ازعلهم لا نفرهم عموما ما عليه كاظمه في اعتقد 98 اذا ماني غلطان المهم اعتزل ناصر غانم سجله لي عمره 38 سنه بس كاظمه من ذاك الوقت العهد القديم حتى اليوم وهم للاسف يمارسون نفس الطريقه اليوم يوسف ناصر طلع احترف برا لعب موسم وموسمين برا عدل كاظمه ما استفاد منه شنو استفاد اللاعب لعب برا وفي النهايه راح لعب بالمنتخب تقول ما يلعب بالمنتخب لعب بالمنتخب نعم اليوم يوسف ناصر رد لعب الحين مع القادسيه كمحترف القادسيه ما عنده مال اصلا القادسيه الموسم اللي طاف واللي قبله ما يلعب له ثلاث محترفين مسموح لاربع يلعب ثلاث يعني القادسيه لما ياخذ يوسف كمحترف يوسف ما راح يضايقهم ياخذ خانه محترف واحد اثنين يوسف لاعب مميز ثلاثة واللي هو يعني يوسف يعني باختصار الكاظمة يوسف ما خسر شيء موجود بالمنتخب يلعب مع فريق من أكبر الفرق زين شنو ردة فعل كاظمة؟ أقول لك بس خلني أوضح لك هالنقطة فيوسف مو خسران شيء اللي خسران منه كاظمة استفيد تفاوض مثل ما تفاوضت مع نادي الكويت تفاوض مع القادسية أخذ منهم لاعبين سالفة لا والله والسالفة عناد وما أدري إيش لا لا اللاعب هذا انضم وبيلعب بكرة أنتم شنو مستفيدين بعرف كاظمة يعني التفكير القديم الله يوفقكم بس التفكير القديم ليش اللاعب الحين راح القادسية انت وش استفدت اخذ لاعبين ثلاثة من القادسية اخذ لك استفيد اللاعب رايح ما في نقاش
اللائحة تقول اللاعب يحق له يلعب برا كمحترف في أي نادي كويتي. استفيد، أخذ اثنين ثلاثة من القادسية. نعم، احنا بانتظار رد الأخوان في نادي كاظمة. يقال بأن هناك تصريح أو بيان، أنا حاولت يعني أشوف أخونا يوسف بسكندر إذا كاتب شيء في حسابه في تويتر، مو كاتب أي شيء. أخونا منصور التنيب يقول الموضوع عند مجلس الإدارة، فبانتظار يعني هل 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 لهم الحق في الرد الأخوان في نادي كاظمة؟ هل ما أدري، هل الأمر يعني بانتظار ردة فعل الأخوان في نادي كاظمة؟ بناخذ بس أنا خل أشيد أيضا أبو محمد صراحة، يعني خل أشيد بمساعد ندى وأشيد بأخونا خالد القبندي. ترى مساعد وخالد يعني أكون صريح وياك، يوميا نقعد، تدري يعني والمشاهد يدري، نقعد في الدواني والشباب اللي يكونون قاعدين يسألون، ترى يسألون خالد ويسألون مساعد، صار على يوسف، يوسف وين رايح؟ والله ما ندري الموضوع، ما ندري. وانت على رأس هالشباب والله. ايه نفس امس مسال ما في شيء فجأة ولا ما شاء الله. فأمانة يعني بالضبط يعني يمكن ما حبوا يتكلمون، هذا امر يعني مع ان اشوف بدوانية وربع نمون عليهم، يعني مرات انت تزعل تقول ايش دعوة ما تقول لي مثلا انا رفيجك واقعد وياك بدواني، لكن هم حرصا على اهمية الموضوع وانه ما يبون يعني تخترب الموضوع حساس، لان قبلها الكويت قاعد يفاوضه وما زال بحزتها. فالقادسية لما يتفاوض يعني يبي يخلص الامور صراحه، لان الكويت خصم مهين خاصه، او منافس مهين خاصه في موضوع المفاوضات. يملكون الماده لكن انا اعتقد بوجهه نظري ان رغبه اللاعب هي اللي ما اعتقد الا متاكد، لان اللاعب لها تصريح في انستغرامها اعتقد ذكر. فواضح انه راح القادسيه. الله يوفقك. الله يوفقك. ناخذ ترى هو على فكره يوسف هم من رواد ديوانيه مساعد، يعني قاعد مع مساعد فقريب من مساعد، فالامور اللي صارت يعني امر طبيعي انه يروح او يختار القادسيه ما يختار نادي الكويت. اخذ اخوي فهد، مساك الله بالخير. مسعود حياك الله يا فهد. ابو محمد مساك الله بالخير. يا هلا فهد، انت اعتقد كان لك اتصال محتاج ليش ما راح يوسف القادسيه؟ توني هذا برد الحين، توني برد عليك ما قاعد برد عليك. مبروك قاعد لك قاعده ترى يا فهد. اي لا ابو محمد يمول عاد ما نقدر عليه ابو محمد. الله يعافيك. اول شيء نبارك للام الغطساويه ونقول شكرا لرجالات نادي الغطسيه الاوفياء. فهد البكر، محمد البطل اللي وقفوا وقفه بهذه الصفقه، صفقه يوسف ناصر. ولا عزاء، لا عزاء للي يغردون واللي يتكلمون عن نادي الغطسيه واللي يطنطنون، لا عزاء لهم، لان معروفين احفاد الاداره، اداره المحترفه على قولتهم هذول، احنا ما يعنوننا بشيء، ما يعنوننا بشيء، كل يطنطن على كل يغني على ليلى على قولتهم، من الواهي اللي فيهم يا ابو سعود ومبارك. فاحنا نقول من الهسره من الالم مني، انا بوجه رساله، ممكن تعطوني ثواني بس؟ تفضل. نواف الخميس انا بوجه رساله لك، كنت يعني تغريداتك اللي تغردها واللي تتكلم فيها بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه، انت ويا الفرهود اللي هو اداري نادي الكويت بهذا الاسلوب بهذه الطريقه، والله العظيم ترى احنا نقدر نرد عليكم ونرد صاعين بالاسلوب، بس احنا تربيتنا واخلاقنا ما تنزلنا بس الى بس شوف فهد، فهد فهد لا 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 شوف اسمع، شوف انت تقول عطني وقت ارد، رد يعني باسلوب يعني اتمنى يكون احنا في رمضان وصايمين وانت ان شاء الله صايم، يعني ما له داعي التربيه والاخلاق، هم ان شاء الله ايضا متربين وعندهم اخلاق وما نختلف، واسلوبهم خاصه فهد انك ذكرت اسماء يعني، يعني هم يعني انا اختلف معك، بالعكس اسلوبهم دائما راقي، يعني انا اخوي نواف يمكن ولا مره تعاملت وياه امانه، ولا مره التقيت وياه. محامي كاظمه؟ لا الصحفي، الصحفي نواف الخميس. بس احمد الفرهود انا امانه دائما التقي معه، رجل محترم، رجل خلوق، رجل طرح راقي. انا ما ادري شنو اللي تقصده من الكلمات اللي كتبها، وانا ما تابعت صراحه، لكن اذا في شيء يعني قاله هذه يعني رد عليه بطريقه افضل من كذي يا اخوي فهد. فما ادري فهد موجود ولا تسمعني يا فهد؟ راح فهد معانا سرحان، مساك الله بالخير يا سرحان. يا ابو سعود هلا حياك الله يا اخوي. امسي عليك وعلى ابو محمد واقول لك الحمد لله على السلامه، خطاك الله يسلمك، خطاك الله وعيدكم مبارك مقدما.
صراحة وأبارك حق وزارة سيئة، يعني صراحة خوش صفقة يعني يوسف ناصر، وإن شاء الله أتمنى له التوفيق خاصة إنه غساوي. وبالنسبة للأخضر السعودي إن شاء الله اليوم يقدم مستوى وقلوبنا وياه ونتابعه ونشجعه، وبصراحة يعني يعني بهالوقت هذا إحنا لازم نشوف الأخضر إنه يروح أبعد مستوى، يعني لازم يقدم، لأنه بصراحة يعني اللعب ويا إيطاليا ألمانيا يعني كل شيء قدموه اللي هي الإدارة، وحضور سمو الأمير محمد بن سلمان وجمهور وطيارة خاصة، فمثل ما قلتوا يعني صراحة هذا الوقت اللي إحنا إن شاء الله راح نشوف، وخاصة المجموعة بصراحة يعني المجموعة يعني مو ضعيفة ولا قوية، المجموعة ممتازة يعني حق المنتخب السعودي أعتقد إنه قادر يعني ومو صعبة عليهم. نعم إن شاء الله. شكرا لك يا أخوي سرحان. خلينا ننتقل لموضوع آخر. الموضوع الآخر كان في اجتماع لجنة مسابقات أمس محمد، وموضوع مهم يعني لجنة مسابقات أعتقد رفعت توصية ببعض القرارات منها انطلاقة الدوري متى السوبر، لكن النقطتين اللي عليهم لغط كبير ما أعلنوهم حتى يعني. اللحظة لا. نعم راح أتكلم عنها لما يجهز التقرير إن شاء الله، لكن خروا حق الغبقة اللي سويتها أيه. أبو محمد جزاك الله خير وبيض الله وجهك، استالوني ورايتك بيضة وكان الأكل طيب صراحة ولذيذ، أهم شيء أكل لذيذ. أيوة. هذا أهم، وأهم شيء أن الأكل كان على التابوت كان حضور أيضا طيب صراحة، نشكر اللي لبوا الدعوة وحضروا ونورونا وشرفونا صراحة. وترى على فكرة يعني أبو محمد يعني دائما يحرص على هالأمور صراحة، وهذه ميزة من ميزات أبو محمد. هذا منك ترى أنت يا أبو سعود، ترى أنت بعد دائما تحرص الواحد لا يروح. لا والله، لا والله أمانة هذه شهادة حق يعني أبو محمد دائما يحرص، ها يا يعني نقعد بقهوة يا يعني نقعد مثلا بمكان يا يعني نتجمع، يحب دائما يجمع فريق العمل لأنه يحس يعني أو يبي يحسس الجميع أن احنا ترى أسرة واحدة وفريق واحد وعلى قلب واحد، وهذه من الأمور اللي لله الحمد احنا نعتز فيها في عملنا هنا في قناة الاي تي في، دائما نشعر كأننا فريق واحد وعلى قلب واحد. خلينا نشوف هاللقطات لغبقة أخونا العزيز أبو محمد مبارك الدوسري اللي استضافنا فيها صراحة، ومشكورا ما قصر أخونا فيصل كمال في ديوانهم وفي بيتهم العامر، وواحد فريق العمل فيصل واحد فريق مسؤول عن السوشيال ميديا عندنا في البرنامج، الأخبار والمقاطع هذه لا تفضح ما يقصر، خاف ياخذونه منه. لا 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 مو فيصل مو فيصل مو فيصل قول منو؟ قول محمد كرم. محمد كرم محمد كرم ايه. خلوا حق الغبقة وبعد ذلك سنعود. غبقت منه؟ غبقت مبارك الدوسري. مبارك يقول غبقت عزيز. لا مبارك الدوسري وطباخ بيت بعد. أنا سعيد بهالجمع الطيب هذا ومشكور أخي مبارك الدوسري على الغبقة وعلى الجمع الطيب هذا، والله يديمها عليكم إن شاء الله. أبارك لك وبارك بمناسبة نهاية الشهر الفضيل، وأشكر أخوي مبارك الدوسري على الغبقة وعلى الجمع هذه الحلوة الطيبة. أمانة أقول لك أن العقود ديتني 3 عقود. والسبه قناه الاي تي في، لان قمت اطلع اقنع الناس، في ناس يعني اقتنعوا بكلامي وان شاء الله يطبق على ارض الواقع مع العرب ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله. احمد راح نفقدك على الشاشه؟ والله شو هذا يعتمد على مجلس الاداره، طبعا بيني وبينك انا من قبل قلت ما يصير ادرب وحلل، انا قاعد انتقد الناس اللي يدربون ويحللون، فهذه ان شاء الله نهايه الموسم، اذا انتهى الموسم اقدر اوكي، بس خلال الموسم لا. احمد شنو وضع مع فريق الشباب؟ أي شباب؟ شباب العربي. شباب العربي والله يبي له الشغل، الله يكب عون أبو أحمد. توقع؟ أتوقع دائما صريح. أنا أتوقع هو معطينا 20 تسلمه حق الفريق الأول، يعني شهر شهرين ونشوفه. أتوقع شيء. اليوم أشوف صارت الساعة قريب 12، ما رحت صليت الجيام؟ صليت الجيام كل مرة أنا.
شنو رايك في عبد الله العجمي ابوك؟ فخور فيه. شرفنا صراحة بالحضور، نخبة كبيرة من نجوم إعلاميين ولاعبين سابقين، بس أنا أحس أن مبارك قاعد يلف ويدور علينا، هو يعزم وغيره مسوي الغبقة، فأتمنى تصورنا يكون صحيح أن مبارك هو اللي مسوي الغبقة إن شاء الله. وأحمد الموسم القادم كمل ولا تارك؟ والله لحد الحين أنا تارك بصراحة، يعني يدري أبو بدر، كابو بدر على يميني يدري أني أنا من العام كنت تارك مبطل. فياتك الرزقه وانت قاعد ياتك الرزقه، فاللي يجي له الرزقه ما يرد، الحمد لله رب العالمين. لحد الان ماكو شيء رسمي، في نادي معين بس ماكو شيء رسمي، انطر اداره الفريق تتكرم علي في شغله معينه، صارت ما صارت يعني امانه اداره النادي وعدوني في اعتزال جيد وراح اقدم كتاب رسمي اذا ما انتقلت يعني لنادي ثاني، في كتاب رسمي ويسووا الاعتزال ان شاء الله اللي على الاقل بالسنين اللي قضيناها في كره القدم في مستطيل في ان كان في نادي كاظم ولا مع منتخب الكويت. وبدر عندي معلومه، كاظم مخلص مع نجم شاب عليه الاضواء بس ما يبي يذكر اسمه. منو؟ ما اقدر اذكر اسمه بالاعلام. ما والله احنا خلصنا صح، خلصنا مع واحد اي بس شلون من اللاعب؟ بشر جماهير الكرماويه. والله انا اشوفه اي انا اللي اشوف ان 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 اللاعب اللي اتكلم عنه واللي انت حاطه ببالك اللي تم اوريدي يعني خذيناه وسجلناه يعني تقريبا شبه خلص راح يكون مثل عبد الله ماو مال غاسيه. شفت عبد الله ماو مال غاسيه نفس اداء او نفس لعبه ونفس كذا، وان شاء الله اتمنى انه يكون اضافه لكاظم ان شاء الله، وهو نفسه راح يشوف الفرق ما بين نادي كاظم والانديه الثانيه اللي لعب ثلاث مواسم تقريبا اربع. نعم الله عليك يا ابو محمد، ومشكور اخوي فيصل ايضا استقبال الطيب، استقبال الطيب، ترحيب الاطيب. اي والله اي والله لا فيصل اي والله حط عليه كريم ولو ان عليه بعض الملاحظات. الديوانيه كلها صور العربي المرحوم سمير سعيد، فخر شعار من نار وقد ساوي اغلبهم موجود قال شيل الشعار على الاقل بهالمناسبه لانه مصوره، قال شيلوني ولا تشيلون الشعار. منو اللي يقصد ابو بدر اللاعب؟ يبا ابو بدر انا بعدين عرفت سالفه، خلف يقصد لاعب شاب ثاني، ابو بدر يقصد البادر ويقول سجلناه، خلف جاني يقصد واحد ثاني ما سجل، يعني الخبر طلع كله هو البادر عبد الله البادر. بادر خالصين يا قال لك مسجلينه بس خلف باله واحد يبيه شبيب الخالدي اكيد، يعني يقصد شبيب الخالدي ممكن. روحك فاصل بس في عتب عندنا من اختنا حصة العجمي تقول الحلقة عن المنتخب السعودي وكاس العالم ولا جلسة نقاش عن الصفقة التاريخية العظمى للاعب يوسف ناصر، اتمنى انتقادي تقبلونه بمهنية. لا نتقبلها بالعكس، بس كنا شكلك مو عاجبتك الصفقة يا حصة، كنا تقولينها يعني تاريخية العظمى. والله يوسف يرد عليك في الملعب، غير كذي ما اقدر اقول لك شيء صراحه، لكن يبقى يوسف تاريخي، يوسف يبقى لاعب كبير، مكسب لاي نادي يروح له والله يوفقه مع اي نادي يروح له. لما كان مع كاظم كان كبير، مع النهضه كان كبير، ومع القادسيه بيبقى كبير، واي نادي اخر بيروح له راح يبقى كبير. اي نادي بيروح له خلاص، بس احنا هذا موضوع حلقه ترى يعني طرحناه. لا بس احنا يعني احنا نخلص ان شاء الله بعد نسولف عن المنتخب السعودي. نعم عندنا نعم كلام صراحه. معانا اخونا اتصال من لندن قدساوي عمر الكردي، حياك الله يا ابو خالد. ابو خالد اخوي قدساوي ظاهر ما يسمعنا، خل نروح حق فاصل وبعد ذلك سنعود.
حياكم الله ويانا. جاهز اجتماع لجنة مسابقات يا اخوان عشان ايضا الموضوع يحتاج ايضا لحوار سريع. جاهز يا اخوان؟ لا بعد يقولوا ما جاهز. مجاهز. اوكي. ابو محمد في صورة ايضا دازل لنا اخونا محمد جزاه الله خير. وصول ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان الى موسكو الان. وقلنا احنا يمكن هذه دعم كبير. دعم كبير. دعم كبير للاعبين. وبسعود خلاص احنا الحين 3-5 والله ما بقى شيء. صحيح. يعني صحيح. يعني نسمي الشوط الاول ان شاء الله نخلصه على خير و الشوط الثاني نتفطر ان شاء الله وحنا ان شاء الله وحنا نعم. مستانسين ان شاء الله. هذه الصوره وصوره وصول سمو العهد الى موسكو. روح حق ان شاء الله. ان شاء الله شوفوا واضح ان شاء الله انه سعيد إن شاء تستمر السعاده باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نروح حق امس كان في ختام الحقيقه مميز لدوره جديده هي الاولى باسم المرحوم ناصر السوحي الاخوان في نادي التضامن تقديرا لعطاء هذا اللاعب وتكريما لهذا اللاعب المرحوم. اقاموا هذه الدوره للناشئين والاشبال. خلينا نشوف اللقطات لهذه الدوره وبعد ذلك سنة. صار في مقترح من قطاع الشباب الناشئين والشباب عندنا بالنادي وقالوا نبي نسوي الدورة حق تخليدا ذكرى ناصر السوحي الله يرحمه. ناصر السوحي من اللاعبين اللي خدموا نادي التضامن في وقت يعني الجيل الذهبي اللي اسميه، وبالذات انا كنت مديرهم مدير الكره ذاك الوقت يعني 10 سنوات ويا ناصر السوحي. فهذا شيء جزء بسيط بالنسبه لنا نقدر نقدمه حق ناصر السوحي وتعرف استقطاب هم اللاعبين الجدد للنادي الموسم القادم ان شاء الله. شايف شوفوا تبارك ساعد ابو طلال من سبب الخسارة. عزيز عطية ومبارك الدوسري صراحة. ما لهم شغل بكرة القدم وجايبينهم عشان قناتهم قصب يلعبون، ما نبيهم يا اخي، انتم مسجلينهم قصب. ابو طلال في لك صورة بموقع تواصل اجتماعي انك كنت وكيل صفقة يوسف ناصر، مدى صحة هذا الخبر؟ والله ان شاء الله خير، ان شاء الله تخلص على خير ان شاء الله يا رب. اصابة ابو سعيد اثرت فيكم؟ اوه بشكل كبير صراحة، يعني للاسف ابو سعود نتمنى له الشفاء، كان عامل مهم، كنا نتمنى يكون موجود معانا بلاي ميكر بالنصف افتقدناه صراحة. للأسف يعني اللي ضيع هذه ضربة جزاء هو هداف الحرب في 2009 حمد حربي ونحمله هو الخسارة. بما أن تعور في محيط نادي التضامن ونادي التضامن احنا معنيين فيه، احنا نتكفل بعلاجه كامل وبسعيد يستاهل. من سبب الخسارة؟ سبب الخسارة ضربات ترجيح، للأسف شديد ضربات ترجيح، ضربات حظ وما الله كتب والحمد لله ويستاهلون الشباب. الاخوان في نادي التضامن والله يعطيهم العافيه على التكريم والتنظيم، ونشكر اخوي مبارك المعصب والاخوان المنظمين، نشكر الحضور اللي حضروا المباراه. ونشكرك على الطيحه والاصابه ما تشوف شر. توقع حق المباراه في حارس مرمى يبي يطوف والله يعني انت بالغصب مهاجم ما تطوف بعد يلا تباصي تبي تطوف توقع المباراه والله يا ابو سعود شوف اتوقع هدف روسيا البدايه والله لا يصدق توقع ان شاء الله وفي الشوط الثاني بدايته التعادل السعودي باذن الله باذن اللي ما تنام عينه يعني متوقع 1-1 تعادل يقول ان شاء الله 1-1 خير وبركه اي صح والله يا ابو سعود والله لك مو لا انت ما تبي
شفت مشاري هذا له هديه عندي اذا تعادل. لا ولا هديه قيمه. الله مشاري مشاري القدساوي الطيبه. زين ايش معنى مشاري؟ بس انا احبه. انت اذا ما بي ما تعادل واعطيك الهديه بتحسف والله. والله هديه حق خالد سلمان. لا خالد ما منه فايده. لا بس قول ان شاء الله يتعادل. والله ان شاء الله يفوزون. يا رب الله يسمع منك. هذه عاد اقول هذه هديه لك. والله المنتخب الروسي ضعيف بعد يعني. فريق متواضع. اي لا مو منتخب فريق 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 حواري روسي. والله منتخب كل فريق يطق روسيا ومشى. يا يبا بالمباريات الوديه ما في فريق ما اعطاهم اثنين ثلاثه وراح. منو كاس عالم منظم هذا ابو سعود؟ لا تقول يعني منظم على فكره. ترى المعلومه بس ولا بلد منظم خسر مباراه افتتاح من 30 شوف سنه 1930 ل 2014 ولا بلد منظم خسر مباراه افتتاح. هذا الطاري الاقشر يعني. انت مره ها الحين قبل شوي معلومه نقول معلومه حق المشاهد. ما معلومه ما جت اللي المفروض قايلها بدايتها مو تقولها الحين. لا معلومه انا قاعد اقول. زين ولا منظم خسر روسي ضعيف. ولا منظم خسر ولا منظم خسر عساه يتعادل. والله ان شاء الله ان شاء الله يخسر. قاعد اقول لك يا ابن الحلال دام على طول. المهم خير وبركه. اوكي في تقرير سريع الاخوان مو جاهز خلاص ما في وقت. احنا عموما عطنا مالت شنو خالد سلمان. مالت خالد سلمان اللي هني بس جاهزه. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف. قام العبه بالمنتصف وقول سلام الدوسري. قام العبه بالمنتصف وقول سلام الدوسري. مشكور خالد. يعني احنا نتمنى من الجمهور يقارن بين معلق السعودي اللي كان في موسكو مع الجمهور السعودي وبين معلقنا خالد السلمان نشوف منه افضل. اقول لك شيء على التعليق هذا بيسكروا البرنامج. بس في فرحه يعني بروفت هدف واجادها صراحه خالد سلمان. الشباب بني لا يعلق لا ما في وقت. شفت خضر واخواننا المصريين شلون نطوا زلوا على جول مصر. هو قصده سالم الدوسري على مصر بس هو لا 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 تخلي يتحسفون بعد. بس زين معلق زين والله. لا زين ولا شاف الزين. لا احنا غلطان. خلى مخرج يعني. بس خلى مخرج ومميز في غير غير الاخراج ما عنده شيء صراحه. الاخوان يقولون بنجهز لكم لقاء جابر الزنكي على الاقل. عموما احنا سنقترب من النهايه لكن وايد من الاخوان سالوني عن موضوع تصويت منتخب او تصويت اتحاد الكره حق المغرب وسالوني عن هالنقطه بالذات. في نقطتين. النقطه اللي ذكروها الاخوان ان المغرب صوتت ضد الكويت في كونغرس زيورخ، كونغرس البحرين وكونغرس المكسيك. الامانه انا كنت حاضر ترى كونغرس المكسيك بالتحديد وزيورخ. التصويت اللي تم هناك يا اخوان كان الكتروني يعني. واحنا قاعدين بالقاعه اساسا ما ندري من اللي قاعد يصوت معه او ضد او ممتنع لانه هو ريموت وعندك لون تختار يا احمر يا اخضر اعتقد. المهم في الوان وتختار منها منو اللي قاعد يصوت. ما تدري منو اللي قاعد يصوت. فقط عرفنا الرقم 13 اذكر هذا اللي كان على المكسيك. اما زيورخ والبحرين ما اذكر والله الارقام. فبالتالي صعب انك تعرف منو اللي صوت معاك او ضدك. وبالنهايه كان التصويت على موضوع قانون و تدخل السياسة بالرياضة وأمر مختلف تماما عن موضوع التصويت. النقطة الثانية أيضا واللي طرحوها الإخوان أنه هل في تفويض من مجلس الإدارة حق الشيخ أحمد أنه هو يصوت أو يشارك في التصويت أو في الكونغرس. هذا الأمر أنا ما عندي أي معلومة عنه صراحة. المعلومة عند الإخوان في اتحاد كرة القدم. شيخ أحمد اليوسف. شيخ أحمد اليوسف. نعم. نعم. مع أن أعتقد بوائل أسد تقي قال عكس هالكلام. قال حنا صوتنا أو هم صوتوا ضدنا. ما قلت لك هذا الامر قريت المقال. موجوده في حسابنا في تويتر يحطوها. وهذه عشان نكون دائما احنا في حياديه ومصداقيه نعرض كل الاراء. انا شفت تغريده العم بوائل. انا كنت موجود في موقع الحدث محمد. ما ندري يعني انا بالقاعه كنت ما ادري والله منو اللي قاعد يصوت معه. ما يبين ما يبين لانه بالنهايه يفتح التصويت لك 20 او 30 ثانيه ماني متذكر ويسكر الجهاز اوريدي يتسكر ما تقدر تصوت. فمنو اللي صوت معه ضد ما تدري. بس الرقم نعرف بالنهايه اللي يس نو واللي ممتنعين. هذا اللي كان وضحت. واضح يعني وضحت. عموما
جاهز لقاء جابر الزنكي ولا الحكم؟ الحكم ارجنتيني ابو محمد صح؟ كنا قالوا اليوم حكم مباراة افتتاح ان شاء الله يكون يعني يكون ارجنتيني ان شاء الله ان شاء الله يكون ارجنتيني. احنا عرفنا الارجنتين وحلو ان يعني لا من اوروبا ولا من اسيا بس احنا عرف الارجنتين يعني بلد مميز في كل شيء خاصه كلمك رياضيا يعني فان شاء الله الحكم بمستوى ان شاء الله ان شاء الله ما يميل شويه ان شاء الله. مشكله الافتتاح وهذا ان شاء الله تكون امور غير مؤثره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المباراه الساعه 6 ابو محمد والله باقي ساعتين ودقيقه يعني 6 ان شاء الله 6 بالتمام ان شاء الله. الافتتاح 5 ترى ايه افتتاح يعني ساعه لما نوصل البيت ان شاء الله. نعم نعم وعلى القنوات المفتوحه بعد يعني ان شاء الله نعم الكل يقدر يشوفها يعني يشوفها نعم مفتوحه. دعواتنا ان شاء الله للاخضر السعودي بالتوفيق. خلينا نشوف شنو اللي قاله الاخ العزيز جابر الزنكي رئيس لجنه المسابقات في تصريح خاص لبرنامجنا بعد نهايه اجتماع لجنه المسابقات. وامانه خلينا نشكر يعني اخوي خلف العنزي قال اشكر الاخ ابو علي كانت في شفافيه خلى الكاميرا تكون موجوده التصوير التصريح ايضا بعد نهايه الاجتماع يعني امانه تعاون بشكل كبير وهذا مو غريبه على اخونا ابو علي لانه عارف اهميه الاعلام وعارف دور الاعلام واحنا ما تواجدنا يا اخوي جابر الا لخدمتكم ولابراز دوركم وشغلكم واجتماعاتكم وعملكم فهذا واجبنا ان نبرز دوركم ونوري الجمهور ان انتم قاعد تعملون وتشتغلون وتبحثون عن دائما ان شاء الله التميز في عملكم. خلينا نشوف التصريح الخاص لبرنامجنا من رئيس لجنه المسابقات جابر الزنكي بعد نهايه اجتماع لجنه المسابقات. اجتماع اليوم مثل ما انت عارف كان حق الاقتراحات لان في اكثر الانديه عندهم اقتراحات. اليوم قعدنا حاولنا نقرب وجهات النظر ونشوف اقتراحات الانديه ونحاول لان الاسبوع الجاي راح يكون في ورا العيد اجتماع طبعا راح يكون فيها تحديد. منو ناديين بالي؟ نادي المصارف واعتقد شيرمن. مستوفي الشروط؟ والله ما قعدوا مع رئيس الاتحاد واعتقد الامر هذا اكيد ما راح يدشون لهم مستوفين شروطين. علي متى بدايه مسابقات المحليه؟ كاس سوبر رسمي راح يكون تاريخ 18/8 والجوله الاولى الدوري الممتاز 26/27/8 و 28 راح يكون دوري الدرجة الأولى. أنا لما تكلمت على البدون تكلمت على المراحل السنية لتاريخ لتحت 20 وهم أوريدي موجودين بالكش 4 لاعبين 2 داخل الملعب 1 الدكة 1 يكون مدرج. إحنا الاقتراح اللي راح نقدمه 3 يكونون داخل الملعب والرابع يكون احتياطي بدل معهم على المراحل كلها راح تكون مو فريق الأول فريق الأول لا. مشكور يا اخوي ابو علي ومره اخرى احنا مقدرين لك يعني تعاونك معانا وشاكرين لك هالتعاون معانا ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونتمنى تستمعون لاراء النقاد والمتابعين خاصه في لجنه المسابقات والانديه تحديدا. انا انصحهم يكثرون اجتماعات مع الانديه ياخذون بمقترحاتهم ان هذا مركب ومن مصلحتهم مصلحه الكل ان هالمركب يمشي بطريق صحيح. نعم. اللي اتمنى من الانديه يعني انهم يستعجلون بتحديد دوري بتقول شغله لجنه المسابقات بقول لك هذا شغله ايضا الانديه لانها قد تعمل تغيير خلصونا اتحاد لجنه المسابقات اجتمعت امس ما حد ما يندر 10 ما اوكي ناطرين ناديين فخلصونا مع قرار ناديين اتمنى نخلص يا 10 يا 5 محترفين يا 10 انديه درجه اولى لازم نخلص. نعم بالضبط ولازم نخلص وننهي نعرف دربنا نعرف عز الفرق تعرف صراحة. نعم نعم وصلنا الختام شكرا لكم مبارك الدوسري. باكر ان شاء الله الساعة 1:30 الظهر سواء رمضان سواء عيد راح نكون موجودين 1:30 الظهر ما عليه تحملونا يوم اذا رمضان تحملونا هاليوم الاخوان في الكنترول او في الاستديو او المشاهدين لكن اذا عيد ان شاء الله عيدوا معنا عيدوا معنا عزيز مجهز لكم عيادي ومحللين وبرنامج الديربي تشوفون معنا محللين ان شاء الله ان شاء الله يعجبونكم ان شاء الله. شكر لرعاتنا وداعمينا مره اخرى كويت تريد شكرا جزيلا لكم شركه فيفا شكرا جزيلا لكم شكر ايضا لمؤسسه ناصر الحسينان شكر لشركه رجال الاعمال الكويتيه شكر لبن العميد شكر لتواق العطور
شكر لسفريات رمسيس، شكر لسفريات النور، شكر لدير اندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت. إلى اللقاء.